يا بنتي يا جزمة، في عيال في البيت عيب نسمعهم فضايحهم. استهدي بالله يا ست، ما ينفعش، مش اصول اللي بتقوليه ده. اطلعي منها يا اختي، انت مفيش دعوه، خليها تعمر. وديها لاهلك، بتتحشدي في اللي مالكيش فيه ليه؟ اما انت صحيح غريبه، جوز طلعنا وماسكين في بعض، انت ايه اللي حصلك في النص؟ لا انتوا الاثنين، ده انتوا عيله تشل، ربنا ايه؟ ربنا ياخدك يا شيخه. يخرب بيتك، عاجبك الفضايح اللي انت بتعمليها لنا في البيت دي؟ وانت يا اختي يعني عاجبك انك تضربي لي ليلتي؟ يا اختي هو مش كان عندك وهج منك؟ لا يا حبيبتي، المفروض لما يرجع يبات عندي. والله كل واحد بينام على الجنب اللي يريحه. لا يا حبيبتي، ده انت اللي طماعه وعايزه تجوشي على كل حاجه، مش كفايه يا وليه ان انت عماله تدحلبيله لحد ما بقيتي سره؟ عايزه ايه تاني يا انهار؟ يا اختي انا مش عايزه حاجه، انت اللي طالعه لي زي المدفع، انت اللي جايه بتقولي الشكل للبيع. ماشي يا انهار، طب قوليلي ما قالكيش هو كان فين؟ ايه اللي حصل عشان يتنفض ويسيبنا ويمشي؟ ومين اللي كلمه؟ يا دي النيله يا بنت، انا مش قلتلك البضاعه كانت هتتسرق؟ والحمد لله ما حصلش. طب لما هو الحمد لله ما حصلش، ما رجعش في حضني ليه يا حبيبتي؟ ابقي لما يرجع اساليه يا غلاويه. حياتي عامل ايه؟ انا كويسه قوي. لا يا حبيبي انت براحتك، الله، روح تيجي اللي انت عايزه. اطلب منك طلب يا حاج، عايزه اروح لامي بعد الفطار اقعد معاها شويه. ممكن يا اختي؟ ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. يا اختي انت على طول نايمه على وداني كده ومش حاسه بالدنيا. في ايه يا سميحه؟ مالك صوتك عالي كده ليه؟ في ان الهرم اللي تحت فاكره نفسها الزوجه الوحيده الفواز بيه، والباقي سلطه. طب قومي يا حبيبتي، قومي ادخلي اوضتك يلا. انهار عملت ايه تاني يا سميحه؟ عملها اسود ومنيل بستين نيله، طماعه. يا سميحه انت كل شويه تعملي مشكله في البيت، وامبارح يا اختي كنت هتخلينا نخرب بيتنا بايدينا بشكك ده يا اختي اللي ملوش اي لازمه. والحمد لله زي ما انهار قالت، ازمه يا اختي في شغل، دلوقتي عايزه توقعينا في بعض؟ هترتاحي يا اختي لما البيت يولع؟ بكره يا اختي لما يطلقك ونرتاح منك ويرميكي في الشارع زي غيرك هتقولي سميحه قالت، ساعتها بس هتقولي متشكرين قوي لك يا سميح. طلقني؟ انا كان قلبي حاسس. على فكره الحاج هيفطر النهارده عند اخته حيه. يا ساتر يا رب، شفتي عايزه تفرتني ازاي؟ يا رب يا اختي تموتي بقهرتك واخلص وارتاح منها. هو قال لك يا اختي انه هيطلقني؟ يا اختي توكسي، هو بيقول حاجه لحد غيرها؟ احنا فيه وانتي فيه؟ افتح بقك يا عم. انتش فاكره ازاي؟ صفوت اللي كان معايا في الجامعه يا حاج. الله، هو بس سافر وانا طبعا زي ما انتوا عارفين انا ما كملتش. صفوت يا حاج، معقوله مش فاكره؟ الله يا ابني، انا دماغي فيها اللي مكفيها، ما بقتش تقدر تشيل اللي هيتقطر عليهم بس. ربنا يديك الصحه يابا ويخليك لينا. الله يكرمك يا بنتي. والنبي تاكل بقى، سيبك منها، سيبك منها، انت صايم، دي بتتدلع. يا ستي تتدلع براحه راحتها، بكره هتصوم مش كده؟ وما تصومش من النهارده ليه؟ تتعلم الصوم ماشي؟ حاضر يا خالو. يا حبيبي تخالو، ما تقعدي بقى يا حياه، احنا عشان نقعد ناكل لوحدنا. اقعدي كلي معانا يلا. يا رب بس اللي جوه ده يفضل ساكت. ربنا يبارك لك. يا بس انا فرحان فرحان اشوف صفوه ده النهارده، مش عايز اقول لك ازاي يا علي، فرحه فرحه. ما هو بيني وبينك بقى فواز، احلى حاجه في الدنيا الصحوبيه بتاعت زمان دي. أيوة. صحوبيه لا فيها مصلحه ولا فيها طمع ولا اي حاجه. بقى عندك حق يا علي يا ابني، صاحب العمر زي ما يتعوضش ابدا. عارف ليه يا حاج؟ لانه ده الحاجه الوحيده اللي انت بتختارها بمزاجك انت، انما كل ما عدا ذلك بقى فهو مفروض عليك، حتى الجواز. نعم يا اخويا. الا اذا كان يعني مرتبط بالحب والود يعني. كده تمام. اما في ناس جبانات بشكل. طيب احسن يا حاج. عسل والله يا ابو نوح، عسل. ماشي يا علي ماشي. خلاص بقى، اخبار الشغل ايه يا ابو نوح؟ الحمد لله ماشي. الحمد لله. مش ناوي بقى تيجي معايا؟ الموظفين اللي عندي كل اللي يهمهم في قصه الضرايب دي مرتب اخر الشهر. انما انت لو جيت معايا على الاقل هتبقى بتخاف عليا، ولا يا حاج؟ طبعا يا ابني. عايز اقول لك على حاجه يا حاج فواز. قول. كل شيء في الدنيا يسمى نصيب، وانا شخصيا راضي بنصيبي اللي قسمه لي ربنا من رزق. الحمد لله. جرأيه يا فواز، جرأيه يا اخويا. ما تاكل ايه انت، مكسوف ولا ايه؟ وي ما ترحمني بقى،
ارحمني كمان، عايز تجيب منها عيله عشان يقسمني في اللي هتسيبهولي؟ يا بت فال الله ولا فالك، حد يقول كده؟ دي الملف السعد برضو، انت بتبشري على ابوكي؟ يعني انت جوزتها وقلنا ماشي، معلش راجل قاعد لوحدك في البيت اهو، واحده تونسك بدل ما انت قاعد لوحدك بس تخلف منها، اهو ده اللي مش ممكن ابدا. وانا قلت لك انها حامل؟ انا بقول لك نفسي هتحاسبيني على اللي في نفسي كمان؟ طب عيب انت داخل على الستين، يعني اسكيوز ميه، بقيت تشاطيب، لم الدور، عيش لك يومين حلوين اتدلع فيهم انبسط بدل ما تخلف وتجيب عيال ووجع قلب وهم. فشر. ابوك لسه بصحته، واساليها. ريلي اي ام فيري سوري بقى، بصراحه دي وسعت منك. خلاص قفلي على الموضوع ده، انا اساسا جاي لجوزي، هو فين؟ عايز منه ايه؟ حاجه ما تفهميش فيها، هبقى اجيله بعدين. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حماية العزيز؟ ازيك يا جوز بنتي، جيت في وقتك، عاوزك. بابي اوعى. بابي الله يرحم امك، اتوكل انت على الله، عايز اتكلم مع الراجل. لا مؤاخذه يا حاج. سلولي يا بيبي سلولي، يلا اعملي لنا حاجه نشربها بقى. حاضر. يلا عسل. عاوز اتكلم معاك في كلمتين. ومالك بتتنفض كده ليه؟ تعالى نتمشى شويه في الجنينه. يلا. فواز يا ابني، انا وقعت بالسما وانت سلقتني. خير بس؟ انت محتاج فلوس؟ لا فلوس ايه، انا في ظروف ما ينفعش فيها الفلوس، انا في ازمه لا ينفع فيها لا مال ولا بنون. يا ساتر يا رب، خير ان شاء الله. مش عارف اجيبها لك ازاي. جيبها لي دغري، هو في احلى من الدغري؟ خلاص بالاخر كده هجيبها لك على بلاطه بقى. قول لي بابي، جبت لك عناب تشرب يمكن تهدى شويه. لا انا مش عايز. خلاص بقى اتكل على الله. هو في ايه يا عم شهيد؟ والله يا فواز يا ابني، انا في البيت رقبتي بقت زي السمسمه، جربت كل وصفات العطار لكن مفيش فايده. هي دي الحكايه؟ ده انت حكايه. والله مكسوف منك يا عم، انا ارحم من غيري. قول. لا لا كده هتزعلني، هتخليني اندم ان انا فضفضت معاك بالكلمتين دول. اولا بلاش عناب. ليه بلاش عناب؟ ده حتى ساقع. انت جاي تشرب ولا جاي تفهم؟ لا جاي افهم. يبقى بلاش عناب. خلاص بلاش عناب. ثانيا تاخد حبايه من العلبه دي بعد الاكل بساعتين وهتدعي لي. ابوس ايدك. استغفر الله. ابوس ايدك يا جوز بنتي. ثالثا ترشيد الطاقه. يعني ايه؟ يعني ما تبعترش البوس كده عمال على بطال. ايه ده؟ عشان تشحن في الجون. في الجون يا جوز بنتي، وعلى راي المثل ادي العيش لخبازه. ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اخفى عليك يا منعم، وأنا قلبة الدنيا عليك. تعالي يا أنهار تعالي. بسم الله ما شاء الله، منعم صوته حلو قوي في قراية القرآن. وبعرف أغني كمان. بس يا ودي يخرب بيتك عشان ابوكي يسمعنا يا نايل عيشتنا. ده انا جسمي كله بيترعش يا حبيبتي من حلاوه صوته. عارفه، وانا لما ببقى زعلانه بجيبه يقعد يقرا لي شويه. وساعات بغني كمان. يا ودي يخرب بيتك ابوك هيطلعني. يلا عشان تتصحى. بقول لك ايه يا انهار؟ نعم. انا يا اختي عايزه اتكلم معاكي شويه. روحي انت لزينب خليها تاكلك وتنام بعد كده على طول. العيال دي كلت؟ لا يا اختي ما كلوش. روحي لحبايبي يلا عشان تتعشوا مع اخوك. يلا. تاكلوا كويس، مش عايزه حد يسيب في طبقه حاجه. حاجه بص على الاطباق. ايه المزغوده عملت فيكي حاجه تانية؟ لا يا اختي مش حكايه سميحه خالص. امال الحكايه ايه؟ مش عارفه يا اختي مالي، بقالي كتير كده النوم طاير من عينيا وحاسه بقلق وبحلم بالكوابيس كتير قوي. احكي لك يا اختي؟ لا يا اختي ما تحكي، اوعي تحكي، الحاجات دي بتتحقق وبعدين مش صح. انت اول ما تصحي تتفي على شمالك ثلاث تفات وتستعيذي من الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو انا ليه يا اختي؟ مش عارفه حاسه كده ان على طول فواز هيطلقني. عشان انت خايبه
وفواز ما بيطلقش واحده مخلف منها، وعشان كده ما بيخلفش من الرابعه اللي كل شويه بيجيبها لنا. انا ماليش حد يا انهار، امي ست كبيره ومش هتستحمل تشوفني مرميه بعيالي، دي ممكن تروح فيها. يا خايبه فواز عينه زيغه اه، لكن عمره ما هيعمل حاجه وحشه في واحده مننا، صدقيه. انتي قريبه منه يا انهار، اوعديني يا اختي لو في يوم حسيتي انه ممكن يعملها معايا تقفي جنبي وما تسيبنيش. ما تخافيش يا هدى، ما تخافيش، ربنا يستر يا رب. يا رب اغفر لنا وارحمنا، يا رب اغفر لنا وارحمنا، يا رب اغفر لنا وارحمنا. استغفرك يا رب واتوب اليك، استغفرك يا رب واتوب اليك. نعم يا حبيبي، انا جاي اقولك اني من الاخر كده فكرت وشغلت دماغي وحسبتها، جبتها يمين ونطرتها شمال لحد ما عرفت بمخي ده مين اللي عمل العملة السودة دي. مين بقى يا فلحة؟ اخوات انهار، هم اخوات انهار مفيش غيرهم. ايوه دي عيال سودة ونبها ازرق، وكل اللي يهمهم في الدنيا دي يأذوا الحاج فواز او النعمة الشريفة، وانا عارفاهم. والعلم انا متأكدة ان انهار راحت هناك مخصوص لما عرفت القصة دي، ومش بعيد تكون شريكة معايا. اه والله، تصدق بقى فكرة، هي ممكن تبقى شريكة معهم يا حاج، لان لعلمك بقى النفس وحشة وحشة وامرة بالسوء احيانا. لو هتفتكر يا حاج ان انا جاي اقلبك عليها لا سمح الله ولا خونها ولا حاجة، لا اله الا الله، دي حبيبتي. بس انا كل الموضوع اني عايزة انورك، انور لك طريقك يا حاج، عايزة اشاور لك على اللي بيحب ويتمنى لك الرضا ترضى يا عيوني. سميحة، عيون سميحة من جوه، أمرني يا قلبي. قدامك حل من ثلاثة، يا ولع فيكي بجاز زي المخازن، يا ارمي عليكي يمين الطلاق واخلص منك ومن سوسك اللي عمالي نخور بيني وبين بنت عمي واخواتها، يا تقومي تلمي هدومك وهلاهيلك دلوقتي وتطلعي تكبسي على بيت ابوكي. يا حاج انا كده، وبكده ابقى انا خلصت ذمتي قدام ربنا.